صباح السعادة والأمل على جمهور وأعضاء النادي الأهلي العظيم. النهاردة هنعمل تمارين مهمة جدا بأن احنا داخلين على فصل الشتاء والدنيا ساقعة وكل الناس بتعاني أو بعض الناس بتعاني من آلام الظهر، فاحنا عايزين نعمل وقاية ان احنا ما يجيلناش آلام الظهر. ازاي؟ ان احنا هنعمل شوية تمارين نحافظ على مرونة العضلات ان هي تبقى طويلة، لان آلام الظهر بالذات من أسفل الظهر هنا اهو دي بيبقى فيها مشكلة ان احنا العضلات بتاعت الرجلين من تحت لغاية الخلفية لغاية الإليا لغاية اللور باك، العضلات الأربع عضلات دول بيبقوا مرتبطين ببعض. فصل الشتاء بيبقوا قصيرين أو بيقصروا نتيجة إن مفيش مرونة فيهم والجو ساقعة، فلما بنقعد طويل بيضغطوا على بعض، بيضغطوا على آخر فقرات، فبيحصل لنا آلام الظهر اللي بتظهر في الشتاء. فهنعمل تمارين علشان خاطر نحافظ على نفسنا من موضوع الآلام دي. اهم حاجه قبل ما نبدا التمارين ان احنا نعلي المرونه بتاعه العضلات دي. ازاي نسخن؟ على حسب كل واحد ولياقته البدنيه وسنه والمرحله وهل هو بيتمرن ولا بيتمرنش، ده هيفرق معايا. نبتدي تسخين مثلا لمده 5 دقائق ماشي في المكان، ده حاجات سهله جدا. اللي يقدر يعمل اصعب من كده اوكي، زي اللي هو يجري في المكان ده ليفل وده ليفل. ستيب تاب اللي هو خطوه يمين وخطوه شمال بلمس الارض. عايز ليفل اعلى جامب جاز، دي ممكن نعملها واحنا في البيت عادي. جامب روب، شيفت ويت، دي كلها مجموعه تمارين ممكن لمده 5 دقائق بس نعملها حركات. ممكن نعمل مثلا دقيقه جامبنج، دقيقه مشي. المهم منها ان احنا نرفع ضربات قلبنا ونرفع ضربه حراره جسمنا عشان نعلي المرونه بتاعت العضلات. بعدها نبتدي نعمل مرونه من الحركه، زي ركبه 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 ركبه، رجل واحده. ولو انا مش هينفع اثبت على رجل واحده ممكن اسند رجل اليمين مثلا 20 عده، شمال 20 عده، بعد كده ارفعها لقدام 20 عده. لو هينفع اسند يبقى احسن، اي حاجه جنبي اسند عليها. ده الفكره منها، ارفع اعلي المرونه بتاعه العضله الخلفيه. الرجل الثانيه 20 عدة يمين وشمال بالتبادل لمدة 3 مرات، بعد كده اعمل مشي في المكان تاني. رجل جانبية عشان اعمل مرونة لعضلات الحوض، 20 شمال 20، واكررهم 3 مرات، بعد كده مشي في المكان تاني. تمارين سريعة مش هتاخد معانا اكتر من ربع ساعة يوميا، هتحافظ على مرونة العضلات بتاعت رجليا وظهري. هعمل تحت واطلع تحت واطلع، هاف رينج او هي اقل من المستوى الطبيعي الكلي واطلع. ده مش المطلوب منه ان انا انزل اعلى حاجه، لا، الفكره كلها ان انا بدي اشارات للعضلات دي ان انا شغال بيها واضخ فيها دم عشان المرونه بتاعتها تزيد عشان احافظ عليها. بعد كده يمين يمين، ما اروحش الناحيه الثانيه، 20 مره الناحيه دي، بعد كده ارجع 20 مره الناحيه دي، ما لفش رايح جاي يعني كده غلط عشان العمود الفقري، لكن هي جنب واحد وارجع للنص، جنب واحد وارجع للنص، جنب واحد وارجع للنص، تاني تاني تاني. بعد كده ركبه عكس ايد، دي عشان اعمل مرور منطقه الوسط. خلصت التمارين دي وانا واقف، ابتدي انزل على الارض. هبتدي اول عضله بقى هزود المقاومه عليها، ايدي تحت دقني، رجليا ثابته في الارض. هطلع هعمل من 15 ل 20 عده، بعد كده اثبت 30 ثانيه راحه، 15 عده 30 ثانيه راحه، خلصت هثبت كوعي تحت كتفي على طول، رجلي لورا وانزل، رجلي التانية كده. انا بأول عضلات الخلفية كلها عشان احافظ على ظهري. ايد عكس رجل واثبت، ايد عكس رجل واثبت، ده بيقوي كلها العضلات بتاعت الظهر من تحت. خلاص خلصت تمرين، هعمل بقى الاسترتشات او الاطالات عشان ارجع العضله لوضعها الطبيعي.
خلصت ده هطلع برجلي دي لقدام ستريتش للرجل دي، بعد كده الرجل التانية، هنزل ثبات ستريتش، حاول اوصل لمشط رجلي اقصر مسافة ممكن اوصل لها، اخد نفس جامد، طلع النفس، نفس جامد، طلع النفس، وبكده يكون قوينا عضلات رجلينا، عضلات ظهرنا، وحافظنا على المرونة بتاعتها عشان نحافظ على نفسنا من الإصابات. ربنا يحفظكم جميعا إن شاء الله مع حلقة جديدة ومعلومات مفيدة.